غيكون المصنع وغتكون عشرات الشركات اللي غتشتغل معاه اللي غتستقر في هذه المنطقه. فنحن بصدد يعني مركب صناعي مدينه صناعيه حول بي اس ا، واللي كل هذا الشيء غادي يوصلنا الى خلق حوالي 24000 منصب شغل، 3500 مباشر بالنسبه للمصنع و 20000 غير مباشر. غادي يفرض تغييرات على مستوى البنيه التحتيه الطرقيه السككيه، ايضا التزام المغرب باش يكون ميناء اطلسي على مستوى مدينه القنيطره، ثم ايضا غادي يفرض تحسين الخدمات الموجهه لهذه النخبه اللي غتستقر على مستوى هذه المنطقه على مستوى مدينه القنيطره. فاذا هو مشروع صناعي بالدرجه الاولى، لكن له اثر اجتماعي، اثر على مستوى الخدمات اللوجستيكيه والنقل، وعلى مستوى ايضا الخدمات يعني الاجتماعيه. ثم ايضا سيضع مدينه القنيطره يعني المغرب اولا ثم مدينه القنيطره يعني تري فيزيبل على الشان انترناسيونال. فاذا تاثيره تاثير كبير جدا. كما كتلاحظوا هناك التزام باش يكون جاهز يعني بعد سنتين. اكيد انه غتكون تحديات تطرح في المستقبل، لان اكيد واحد العدد المنافسين غادي يفكروا ايضا باش يمكن لهم يستقروا في المغرب او يستقروا على مستوى مدينه القنيطره. فاذا غنكونوا جاهزين كمنتخبين كحكومه كسلطات باش يمكن لنا اننا نواكبوا هذا المشروع، ثم ايضا ان نستعد للمشاريع المستقبليه.